ملكة ميرمانيا الجزء الثاني. ملكة مملكة ميرمانيا المائية مرضت مرضاً شديداً. اقترحت مساعدتها المخلصة فكرة إعلان مسابقة. يا أهل ميرمانيا الميرمانيين، من يحضر منكم الزهرة السحرية من عالم البشر سيهدى أثمن المجوهرات من الكنز الملكي. وحدها سكواتش عرفت أهمية الزهرة السحرية لأنها تمنت إنقاذ الملكة إيزابيلا. واتجه كل سكان المملكة وهم غير مدركين لفائدة الزهرة إلى رحلتهم الصعبة خارج المحيط. لم يعرف أحد أين يبحث عن الزهرة السحرية، ولكن فكرة مجوهرات الكنز الملكي كانت مغرية لهم. شارك الجميع في هذه المسابقة ما عدا ساسي. هاي، لما لم تستعدي؟ ذهب الجميع للبحث عن الزهرة السحرية، ألن تأتي؟ نعم، زهرة على الأرض بعيدا عن أمان المياه، زهرة لا وجود لها يا فيونا، وإن كانت موجودة فهي أمامك. أنت مغرورة للغاية، أتمنى أن تتراجعي. يجب أن أرى السحر لكي أفعل هذا. ازداد قلق سكواتش على الملكة إيزابيلا. سكواتش، أتؤمنين بوجود الزهرة فعلا؟ نعم ملكتي، نعم. لم تهتم ساسي بالأمر، لم تكن تبالي بالمجوهرات أو حتى كانت تصدق في السحر. سبحت بعيدا عن ميرمانيا في المحيط وكأن شيئا لم يكن. هذا ميرموزهل، ما هذا؟ سبحت إلى السطح ورأت قاربا به بشر يلقون بأشياء في المحيط. وحش وحش. ليست وحشاً، إنها عروس بحر. صعدت ساسي الشقية وأخذت فرشة شعر من على سطح القارب ثم قفزت في الماء. أنت، لنتبعها، ستأخذنا إلى عالمهم الخفي. سأريكم كل ما هو خفي. ساسي كانت شجاعة وجريئة وأيضا مشاغبة للغاية، كانت تعرف موطنها ولا تخاف المطاردة. باتت تلف في المياه بسعادة وحيوية. لما هي ليست خائفة؟ لا أظن هذه فكرة جيدة. لا، لديهم جواهر قيمة، فقط اتبعها. عرفت ساسي أنهما لن يتوقف عن مطاردتها. تريدين مطاردتي للمملكة؟ حسناً، اتبعيني. كانت المرأة متحمسة حتى أنها قفزت خلف ساسي. لا! لا، يمكنني السباحة، النجدة. أوه،
ليه؟ سبحت ساسي بأقصى سرعتها، لكنها كانت قد غطست بعيداً، لذا أخذت طويلاً حتى تصل. كانت ساسي قلقة للغاية، وبعدها ظهر الضوء. ما هذا؟ ماذا؟ رأت ساسي المحيط يرتفع ويحمل المرأة إلى الأعلى ويعيدها للقارب بسلام. المحيط أنقذها. نظرت ساسي إلى مصدر الضوء الذي كان يصدر من مكان بعيد. بعد التأكد من سلامة المرأة، ذهبت للضوء. أنا آسفة، لن أطمع بعد الآن. المحيط سحري. أيها المحيط، أعطني الجواهر. لكن المحيط لم يحتمل. اتبعت ساسي الضوء الأخضر واكتشفت أنه من الأعماق. ساسي كانت عروس بحر، لكن لم يكن مسموحا لأحد بالغطس في هذا العمق. حسناً، من المفترض أني عروس بحر، ونحن معروف عنا الشجاعة المتناهية أو شيء كهذا. علي تفقد هذا. غطست ساسي قرب الضوء الأخضر ووصلت إلى كهف مظلم، وذهلت عندما عرفت أن مصدر الضوء لم يكن إلا ستور. مساء محيط جميل يا ساسي. ستور؟ ظننت أنك أسطورة. أعني، أعتذر، لم أقصد هذا، لكنك لست حقيقيا. حسنا، هذا أسوأ. أقصد شكرا لأنك ساعدت السيدة. هذه هي مياه سالتوندرا، لا يؤذى أحد هنا أبداً. أخبريني، أتريدين الزهرة السحرية؟ أحضرتك المياه إلى هنا، إذن الملكة مريضة للغاية. لحظة، ماذا؟ بالفعل هي مريضة، لكني لم أعرف أن الزهرة لعلاجها. لا، لم أقل هذا. حسناً، لم أعرف أن الزهرة حقيقية أو أن السيتور الأسطوري حقيقي. من الواضح أني لا أعرف الكثير. كفي عن قول كلمة أسطوري، فأنا أمام عينيك. نعم، آسفة لقولها. ثانية، المحيط واسع يا فتاة، ولديه الكثير من الأسرار الغارقة. أنا حامل مياه السحرية وكنوزها، لا شيء يخفى عني. رجاءً اتبعيني. اتبعت ساسي ستور وهي مترددة داخل الكهف، وأدركت أن خوفها اختفى، وأيضاً شعرت بالحماية مع هذا الكائن السحري. وبعد عدة موجات وصل لممر أفقي عميق. عند فتحة هذا الممر الطويل كهف صغير ستجدين به الزهرة السحرية. عليك أن تتسلقي بيديك كي تحصلي عليها. إنه عمل مرهق، وسترغبين في الاستسلام والعودة إلى السباحة في الماء، لكن كوني مصرة. تعرفين، أبناء مملكتك فقط يمكنهم هذا، لأن الطريق الوحيد إليها هو هذا الكهف في عمق المحيط، وهذا النفق المؤدي للبر. آه،
كان علي التمرن مع بيل عندما طلبت هذا. لكن صدقني أيها الأسطوري، أقصد يا سيتور، أعدك أني لن أستسلم، سأفعلها للمملكة ولن أقع في الماء أبداً. المغامرة هي اسمي الثاني. ماذا؟ أعني علي الذهاب الآن وداعاً. اذهبي يا ساسي، كوني نفسك وحققي النجاح. بدأت ساسي في تسلق النفق وهي تعلم أنه سيكون أمراً شاقاً جداً. دفعت نفسها فهي أرادت إجابات لأسئلة كثيرة. لما كانت الزهرة السحرية في هذا المكان؟ ومن يحرسها؟ ماذا قصد سيتور بالمياه السحرية؟ هل المحيط سحري حقاً؟ وما علاقة الملكة إيزابيلا بكل هذا؟ أما أكثر سؤال كان يشغلها، إن كان على المياه السحرية جذب شخص للزهرة، فلما تم اختيارها؟